الآن للمنتخب العراقي. الهدف الثاني للمنتخب العراقي في هذه اللحظات. المنتخب العراقي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني، هدف عن طريق عماد محسن، واحد من أصغر لاعبي هذه المباراة. عماد محسن بالفعل 21 سنة، لاعب القوة الجوية، يتمكن من إضافة الهدف الثاني، يضع الكرة بشكل جميل أيضا ويتمكن من تعزيز التقدم العراقي بهدف ثاني. عماد محسن بيسجل الهدف الثاني الآن، بيسجل الهدف العراقي الثاني، ليتقدم المنتخب العراقي الآن بهدفين مع انطلاقة شوط المباراة الثانية. عماد محسن متابعة، شوف الكرة اللي لعبت، شوف الكرة وشوف علاء مهاوي من الجهة اليمنى، عدى علاء مهاوي صنع الهدف الثاني، وشوف المتابعة الجميلة اللي كانت فعلا، المتابعة الجميلة اللي كانت من عماد محسن. 21 سنة، لاعب فريق القوة الجوية، هو من أصغر لاعبي هذه المباراة، ثاني أصغر لاعبي هذه المباراة لأن بالنسبة للمنتخب العراقي، لكن الأصغر هو مهند علي رقم 13، وهو أصغر لاعب موجود في هذه المباراة ب17 عاما، يعني 17 سنة لمهند علي رقم 13. شوف على مهاوي لما اخترق من الجهات اليمنى، عكس الكرة العرضية وصناعة الهدف والإمضاء بعد ذلك، إمضاء جميل أيضا من عماد محسن ليتمكن من إضافة